النهارده بقى اتغدى كده غدا ايه لذيذ كده. جبت بصلايه وفلفل وبقدونس وطماطم كده، غسلتهم كده غسله كويسه. بعد كده قطعت الطماطم كده، لا برضو هقطعها كده صغير. بعد كده هقطع الفلفل والبقدونس والبصل بقى اخر حاجه. كده قطعت البصل وكده حطيتهم كده في البوله كده كلهم مع بعض، واجيب بيضتين اضربهم كده كويس، اربهم كده كويس بفلفل اسمر وملح. الملح ده اللي انا بستخدمه الدايت، بجيبه من عند فتح الله او كارفور، كيس عامل 10 جنيه، ده احسن من الملح التاني. كده اجيب طاسه احط فيها معلقتين زيت زيتون، ممكن نستخدم زيت زيتون او زبده او سمنه فلاحي، الحاجات دي دهون يعني الدهون دهون صحيه. تمام كده حطيت بسطرمه، في بسطرمه في مفيش عادي مفيش اي مشكله. كده حطيت قرفه، ممكن نحط قرفه او جنزبيل، دول كويسين جدا برضو بيحرقوا. وجبت نص كوب كده دقيق شوفان، هعمل منه ايه يعني، هيطلع لي رغيفين. انا عملته على الطاسه كده من فوق، ما بياخدش وقت خالص ولا عجن ولا الكلام دوت، وبيستوى كده بسرعه. واقول الدقيق الشوفان، الشوفان في العيش عامه بيغيب سنه صغيره مع النار، بس ما سبتوش يخمر يعني. كده جبت قطعه جبنه قريش وحطيت عليها مع نص، مش نص معلقه يعني، نص معلقه هريسه شطه صغيره، دي عادي لو انتوا حابين يعني، ده اختياري، بس انا حبيت ان انا ايه يعني اغير في الجبنه، وحطيت عليها معلقه هريسه شطه مش صغيره يعني عشان تبقى حرقه قوي. حطيتها كده في الخيار، وحطيت عليها برضو فيها بقدونس وفيها حبه البركه، رشيت كده عليها حبه البركه. عايزه اقول لكم الاكله دي انا بحبها بعشقها بصراحه، وطعمها جميل جدا. وتغيير برضو في الغدا، نحب برضو نغير كده ونشكل في الغدا عشان ما نزهقش. اول مره اشرب نسكافيه في الغدا، بس يعني طلبت معايا ان انا اخد نسكافيه في الغدا، ده النسكافيه اللي هو البلاك، وبحط عليه يعني حبه لبن صغيرين، ما بكترش اللبن. والنص رغيف، حابين بقى ناخد نص رغيف ربع رغيف، ناكل مثلا البيض بالمعلقه مثلا كده. انا ساعات بدخل نص رغيف وساعات ان انا باكله بالمعلقه يعني. بس والخيار كده برضو، جربوا الطريقه دي لذيذه قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله. بس كده، باي.